قدام حضراتكم دي مكنة تصنيع الشاليمو اللي كلمت حضراتكم عنها، المصاصة بتاعت المشروبات زي العصاير والألبان والمياه الغازية. وتخيلوا بقى تصنيعها طلع عملية معقدة فعلا، وخصوصا اللي لونها أبيض بتاعت علب اللبن والعصاير المعقمة، لأنها بتحتاج مكنة لتشكيل الشاليمو بطول 16 متر تخيلوا، ومكن لصنع السوستة في الجزء الأعلى من الشاليمو لسهولة التحكم فيها، بخلاف مكن للتغليف دي طلعت مشروع لوحدها وعليها طلب كبير في مصانع الصناعات الغذائية. تعالوا نقابل المهندس عمرو السيد أحمد نصار، رئيس مجموعة نصار للبلاستيك ونائب رئيس شعبة البلاستيك في اتحاد الصناعات، واللي هيكلمنا عن مشروع الشاليمو. وقلنا أنه موضوع مش سهل وعليه طلب كبير جدا، وطبعا هنناقشه في قضايا صناعة البلاستيك. خلينا الأول نتكلم عن نصار جروب اللي عمرها 40 سنة النهاردة وبدأت مع والد حضرتك. بنعمل إيه؟ إزاي إحنا عندنا شركة للتجارة وشركة للماكينات استيراد أحدث تكنولوجيا الماكينات في العالم لصناعة البلاستيك؟ نصار جروب بدأت سنة 82 طبعا اللي أسسها الوالد، وكان تركيزنا في توكيلات البلاستيك من أوروبا والشرق الأقصى. حاليا احنا وكلاء لاكبر شركات في مجال صناعه البلاستيك في الشرق الاقصى، ومن احسن بنختار دايما موردين ذو جوده وسمعه طيبه، بحيث ان احنا نضمن المكن للعميل. وعندنا طبعا قسم خدمات ما بعد البيع اللي هو يقدر يعمل سيرفيس وخدمه ما بعد البيع لاي عميل، واي مشكله تحصل الحمد لله ما فيش مشاكل بتحصل كتير. من كلام حضرتك النهارده والمكن اللي انا شايفه، احنا نقدر نعمل مشروع للبلاستيك ب 2.5 مليون. مشروع مربح كمان. مربح جدا. صح كده؟ يعني اللي أنا مستغرب له الشاليمو، مجهود كبير جدا عشان الشاليمو ده اللي احنا بنرميه في النهاية يطلع. الناس بتفتكر الشاليمو ده، الناس تفتكر ان الحاجة البسيطة بتبقى انتاجها سهل، هي الشاليمو عشان يطلع يعني زي الشاليمو بتاع العصاير عشان يطلع بيحتاج كذا مرحلة. اول مرحلة بتبدأ من مرحلة انتاج الشاليمو نفسه اللي هو المستقيم، مفيش فيه اي تانية او سوستة في دي. مكنة 16 متر تقريبا. 16 متر كده تمنها كم؟ تمنها بيبقى حوالي يقرب من 60,000 دولار. صناعة تايواني ولا صيني ولا هندي؟ صناعة تايواني. بنتكلم على شركة من أفضل الشركات في العالم في هذا المجال. الصناعة دي عشان يطلع الشاليمو اللي هو بنشوفه على ملزوق على علبة العصير بيحتاج 3 مراحل. مرحلة إنتاج الشاليمو فقط، بعد كده مرحلة السوستة اللي بتعمل الشاليمو يبقى متني، والمرحلة الثالثة مرحلة التغليف. بيبقى ده كله ممكن يبقى أونلاين مع بعض، لكن هو في النهاية 3 مراحل، والحقيقه بيطلع انتاجيه عاليه جدا. بكام بقى مكنه الحلزونه دي اللي بتعمل الحلزون في يعني الحلزون الوز بتاع الحلزون ده لوحده ممكن توصل لحوالي 70,000 دولار. والتغليف بيوصل حوالي 50,000 دولار. بينتج كام قطعه بقى؟ كام بيس؟ لا الحقيقه ده ممكن ينتج حوالي 1,000,000 قطعة في اليوم. 1,000,000 قطعة في اليوم. طب انا لو عملته هعرف ابيع؟ المصانع عايزانا. الايام دي في ضغط جامد جدا على الشاليمو من شركات المصانع. انا عايز اقول لك لسه بيستوردوا من بره الشاليمو. نستورده؟ ضغط جامد جدا، شركات العصير محتاجة جدا الشاليمو ده، رغم ان هنا في مصانع كبيرة وعملاقة، لكن هي حتى الطاقة الانتاجية الموجودة في مصر مش مكفية مصانع العصير. ولا عشان برا بيقدروا يصنعوا ارخص من هنا؟ لا بالعكس، احنا عندنا هنا خبرة عالية جدا وشركات عملاقة في المجال ده. النهاردة عندنا اتفاقات تجارية مع كل دول العالم تقريب. ده هيساعدنا ازاي؟ عندنا الميركوسور مع امريكا الجنوبية، عندنا الكوميسا مع افريقيا ونحن رؤساء الكوميسا. طيب بنتحرك ازاي كشعبة وكمجلس؟ الحقيقة بنركز جدا على البحث التجارية، وبنبدا ننوه في حاجات كتيره. يعني التصدير لامريكا اللاتينيه ما كانش الحقيقه يعني من القطاعات اللي الناس بتفكر فيها كتير. دلوقتي كتير قوي من الشركات بما فيها صناعه البلاستيك بتفكر تتوجه لامريكا اللاتينيه، خصوصا ان على عكس الناس ما هي واخده بالها التصدير لامريكا الجنوبيه في شحن قليل، شحنه مش غالي، فبالتالي الشحن ده الرخيص يخلي الناس الحقيقه تتوجه لامريكا اللاتينيه. حصل كمان دعم للشحن لافريقيا، يعني لو شحنت لأي دولة في أفريقيا بتاخد دعم الشحن مجانا. استيراد المواد الخام، احنا بنستورد حوالي 65% من احتياجاتنا، لغاية لما نفتح المجمعات الجديدة اللي هي في البحر الأحمر أو في العالمين احنا ما زلنا نستورد خامات. صحيح. بنوفرها ازاي ومشاكلنا فين؟ والله بالنسبة لاستيراد الخامات يعني الى ان تفتتح المصانع الجديده والبروبلين والبوليسيلين والبيتيتي وحاجات كتير قوي، انتوا عندكم حاجات يعني واحد لو قعد يحفظها مش هيخلص. لا الحقيقه الاستيراد يعني
خصوصا بعض الاحيان بيحصل مثلا اغراق على خامه البلي بروتين, اغراق على خامه البي في سي, واحنا بنتمنى اننا نراجع طلبات الاغراق او قرارات الاغراق اللي تمت على خامات البلاستيك بصفه عامه. نراجع برضو بعض الجمارك تمت, حصل بعض الجمارك على خامات زي البي في سي وبعض الجمارك وصلت 5%, وده في الاخر بيخلي المنتج مثلا جاي من السعوديه بقى منافس اكتر مننا ان هو ما عندوش جمارك, فده اثر جامد جدا على المنتجات وتكلفه المنتجات المحليه. وقادر تنافس بره بمنتجاتك وانت عليك على الخام اللي انت مدخله اغراق؟ الحقيقه ده اثر علينا شويه في التصدير, يعني خصوصا لبعض الخامات ما عندهاش بديل جيد في مصر, فده اثر علينا جدا في التصدير. احنا مضطرين نشتري الخامات دي اللي فيها اغراق ونحطها على تكلفتنا ونصدرها, ان برده لازال لو احنا هنصدر اجراءات رد الاغراق والجمارك طويله جدا, يعني قد تصل لسنوات, فبالتالي المصنع بيضطر في الاخر ان هو يحطها على تكلفته فيطلع بره سوق التصدير. صناعه الكيس البلاستيك مشروع واعد جدا وتكلفه معداته محدوده, مكان ما يزيدش عن 750 الف جنيه وبيبدا من 250 الف جنيه. تعالوا نقابل المهندس عماد مبارك رئيس شركه اي بلس لماكينات البلاستيك, وهيشرح دراسه جدوى كامله لمشروع انتاج الكيس البلاستيك. هو بالمناسبة وكيل لشركات شولت وراجو الهندية وليان وديبو من تايوان. خليني أعمل مع حضرتك دراسة جدوى, وحاجة بسيطة جدا, الكيس البلاستيك, الكيس تمام. البلاستيك الأبيض اللي هو بيلف قدامنا على رول ده, أنا عايز دراسة جدوى بداية من أول الخام لغاية المكان اللي بيدخل للخام لغاية لما يتشكل الكيس لغاية لما يبدأ يتقص. بلاستيك مجال بسيط مش صعب, ومجال منتشر في جميع أنحاء العالم, فالمنتج مستهلك بس مش كيسه سودا والنبي مش مهندس. لا مش سودا, عندنا الابيض وعندنا الاسود الزباله وعندنا الالوان, ودي الالوان دي بنتحكم فيها عن طريق صبغه بنحطها في المنتج في مكن الفيلم. لو بصينا على مكن الفيلم, المكنه الاولانيه مثلا هي مكنه بتعمل اكياس, مش بتعمل اي حاجه تانية غير بتعمل كيس كيس مش شنطه. المكنه ديت مكنه صغيره خالص, مكنه تكلفتها قليله جدا. المكنه بتحط الخامه البلاستيك, بتحط خامه بيور بلاستيك بتجيبها من هنا, في مصانع في مصر, في مصانع في مصانع كبار من اكبر المصانع المصريه في مجال الخامات البلاستيك, بنحط الخامه. ده اللي هي ده بولي اسلين ولا بولي اسلين؟ هاي دينسي بولي اسلين. تمام. بنحط الخامه بتتسيح في الفتيل اللي تحت دوت, وبعد كده بتتنفخ وتطلع بالونه, وبعد كده بتنزل رول بلاستيك زي ما حضرتك شايف كده, كيس رول بلاستيك. وبعد ما بيطلع رول بلاستيك دوت بنحطه على المقصات. المقصات دوت كل اللي بيعمله ان هو بيقص ويلهب في نفس الوقت ويطلع الكيس حسب المقاس اللي انت عايزه, حسب المقاس اللي انت حضرتك بتحدده في مكان الفيلم بتقصه في المقص نفسه. بس ده كده عملنا كيس بلاستيك كده مصنع كيس اكياس كده مصنع اكياس بلاستيك. اديني بقى تكلفه. التكلفه ديت في حدود, يعني احنا بنتكلم تكلفه مكان فيلم ومقص في حدود 250 الف جنيه. ده طاقه انتاج قد ايه؟ ده طاقه انتاج ممكن حوالي 400 كيلو في اليوم, انما في مكان تاني جوده اعلى وتكلفة أقل, أنا ممكن نقلل التكلفة عن طريق مكان تاني أعلى ونوفر في الكهرباء, وفي نفس الوقت إنتاج كبير ممكن يعمل لنا حوالي 1.5 طن في اليوم الواحد, بس هيخش في تكلفة 750 ألف جنيه. المكان ده مش مهندس صيني ولا تايواني ولا هندي؟ عندنا يا فندم كذا دولة بنستورد منها, احنا بنصنع التصميم بتاعنا بنصنعه في البلاد ديت على اساس ان الفينش بتاعنا بنصمم المكان بتاعنا انه بيتصنع في البلاد ديت بالشغل تمام. بتاعنا احنا واللي بيطلبه السوق المصري والسوق العربي. يعني انت مش ملتزم بالمكان اللي بيجي لك من بره؟ لا أو مش ملتزم خالص, مش ملتزم خالص بالمكان, بالعكس احنا بنسمع للزبون بتاعنا ونسمع للمهندسين بتوعنا عايزين ايه وازاي نطور من الشغل بتاعنا. يعني المكان من 3 سنين غير المكان دلوقتي غير المكان السنه الجايه. طب باشمهندس عماد, خلينا نعمل زي دراسه جدوى, استرداد راس المال هيكون خلال قد ايه؟ انا خدت من حضرتك المكان اللي هو 750 الف جنيه, المكنه بتاعت صناعه الكيس والمكنه بتاعت قص الكيس, دفعت 750 الف جنيه وهنتج يوميا من 1.5 لـ2 طن اكياس بلاستيك. لو حضرتك من اول من دي 1 عرفت تسوق المنتج بتاعك خلال سنه ونص سنتين بتجيب التكلفه بتاعت المكان كله. من الكيانات العظيمه فعلا في صناعه البلاستيك في مصر مجموعه الهلال, اكيد كلنا عارفينها, مفيش حد مش في بيته قطعه او اتنين من تصنيع المجموعه دي. 1500 منتج منزلي نهائي وصادرات ل 27 دوله و12 مصنع في مصر وست مصانع في العالم, منظومة رهيبة بجد. وأسس المجموعة سنة 1945 أمين هلال, وطورها نجله سالم أمين هلال بداية من سنة 1981 وكان عمره وقتها 20 سنة, وحقق الانطلاقة الحقيقية لمجموعة الهلال والنجمة.
تعالوا نقابل المهندس عادل السملاوي مدير القطاع التجاري لمجموعة الهلال والنجمة. وانا معدي كده قلت يا الهلال والنجمة الذهبية احنا عمرنا كبير قوي، انشاء 1945 صح كده؟ تمام مظبوط. 76 سنة. احكي لنا التفاصيل، احكي لنا الحكاية، احكي لنا قصة الكفاح. مجموعة الهلال والنجمة من اعرق الشركات على مستوى العالم العربي. بدأت الفكرة دي كانت الحاج أمين، كان الأول بيعمل المصادر المقاشات بطريقة يدوية، بعدين انتقل سنة 1980 الأستاذ سالم هلال بدأ الصناعة، بدأ الأول يستورد منتجات من بره، فرش ومقاشات، بدأ يوزعها في السوق المصري. السوق المصري استجاب كويس جدا بقوة، بدأ يدخل يعمل مصانع في مصر ويدخل مكان، بدأت الفكرة عنده تنمو لحد ما وصلنا النهاردة احنا بنصدر ل 27 دولة. ما شاء الله صناعة مصرية 100%. فيش أي مكون مستورد ولا أي مكون مستورد. مصانعنا فين بقى وعددها كام؟ آخر مرة كنت أعرف كانوا حوالي 9 مصانع للهلال والنجمة الذهبية، وصلوا كام النهاردة في مصر؟ وصلوا النهاردة في مصر 12 مصنع. ما شاء الله 12 مصنع. وبره مصر 6 مصانع. عندنا مصانع في السعودية، في اليمن، في أثيوبيا، في الإمارات، مجموعة أصناف بتتكلم في حوالي 1500 صنف. كم عامل النهاردة في المجموعة؟ بنتكلم في 2000. ده غير المنافس بتاعتكم. غير منافسنا طبعا، غير السوق بتاعك كله بقى. عندنا شركاء نجاح، تجارنا هم شركاء نجاحنا. حلم اي شاب النهارده نعمل مشروع، واحنا برنامج جدعان بندور على الجدعان. تمام. ف 1500 منتج، يعني ده انت لوحدك هايبر ماركت. تمام. ليه ما نحاولش ان احنا كشباب يبقى عندنا مكان مميز واخد كل المنتجات دي اعرضها باسم الهلال والنجمه الذهبيه؟ ليه ما نعملش ده؟ يلا بينا، الفكره كويسه جدا. ايه الشروط ان ممكن شاب ياخد المنتجات دي ويعرضها باسمكم؟ عايزين نبدا الاول الحكايه ان الهلال والنجمه براند قوي جدا، براند معروف، في 5 شركات زي ما احنا قلنا. بنقول النهارده الهلال والنجمه لما تيجي تاخد منتجات منها وتفتح محل ليك ودعم سالم بيك هلال كبير جدا للشباب، هتقدر النهارده تشتغل في 1500 منتج، محل كامل، معرض كامل منزليه، هتكسب فيه كويس جدا. طب ما هتيجي كده كمدير تجاري راجل بتاع دراسات جدوى، يعني اقدر ان انا هامش ربح بقد ايه؟ ما تقنعني كده كشاب ان انا اقوم من على القهوه واشتغل. هامش ربح المنتج بتاع الهلال والنجمه هو متقسم لبعض الشرايح، بس بيديك مكسب ربحيه لحد 10 و12% و15%. 10 و12 و15%. ممتاز. هنا حسب سعيك. ما عندكش سقف، الطموح بتاعك مفتوح، كل ما بتجري اكتر وكل ما تبيع اكتر كل ما عندك هامش ربح اعلى، كل ما بتاخد بونص اكتر. كل المنتجات موجوده ان انا اقدر اخدها واعرضها في المحل بتاعي او المكان بتاعي؟ كل المنتجات متوفره 100%. متاح ان انا اعلن الهلال والنجم احطها على المحل بتاعي؟ مفيش اي مشكله، حضرتك تعمل اليافطه وكل حاجه وتكتب الهلال والنجمه ويكون شركاء نجاح مع بعضنا. احنا شركاء نجاح مع بعض. اوندا مصنع محترم لمنتجات مصريه بنسبه 100% من السليبرات الرجالي والحريمي والاطفال اللي هي الشباشب يعني، وكلها من البلاستيك والمطاط، وبجد المنتج النهائي روعة وينافس في الجودة والسعر منتجات تركيا والصين. ناس كتير هتقول لك الجدعان مالهم مال الشباشب. تمام. ولكن المنتج البسيط ده كنا بنستورده من الخارج لغاية لما بدأت أوندا وعملته بالجودة دي اللي تضاهي أي استيراد من الخارج، واكتسبت ثقة المستهلك المصري وبتبيعه بأقل تكلفة. حاجة زي كده بالجمال ده سعرها كام؟ من 23 ل 25 جنيه. 25 جنيه؟ بتنزل بس السوق المحلي. تمام. صح كده؟ والمستورد ب 100 جنيه. المستورد ب 100 جنيه، وكمان يقول لك اصل ده مستورد، عقدة خواجه. مظبوط. حكايه المصنع احنا كمان بتوع خامات. تمام. وخامات تقيله. تمام. احكي لي بقى. احنا بنبتدي الموضوع من اوله خالص، احنا بنبتدي من اول ما بناخد الخامات بيور. اللي هي البي في سي والاي في اي. والاي في اي يعتبر هو منتج المطاط الصناعي وبيخش في صناعه النعل اللي هو حقن النعل. حقن كده. طيب مزبوط. انا شايف بقى هنا خامات كتيره جدا انت حاططها، والخامات دي كلها انت بتعتمد عليها في الصناعه. احنا مصنع كبير في العاشر من رمضان. في العاشر من رمضان مساحته 6000 متر. الخامه دي الشفافه دي بنعمل بيها ايه؟ الخامه دي الخاصه بجريد الخراطيم. الخراطيم. وده لسه مدخل جديد عندنا، احنا بنبيعه للمصانع اللي بتصنع. ده اسمه ايه ده بقى؟ الخراطيم. ده بي في سي. بي في سي. بي في سي للخراطيم. ايوه. كده يعني ممكن تدخل في مبادره اللي هي تطوير الري الحقلي. بالظبط. اللي عاملاها الدوله، مش وزاره الزراعه كمان. احنا عندنا كمان تحت الانشاء مصنع الري بالتنقيط في مساحه 10000 متر برضو في العاشر من رمضان في المنطقه الصناعيه الثالثه. ممتاز. عندنا كمان الخامه اللي هي خامه الكوتشي دي اللي بتحقن نعل الكوتشي. صح كده. هم بيجيبوا الفوندي او الوش وبياخد مني الخامه ديت وبيعمل حقن على الوش دوت. الفوندي اللي كنا قدمناه لحضراتكم اللي هو بيتخيط مكنه بيدخل فيها الوش
حسب تصميم الكمبيوتر وبيخرج متخيط وجاهز سواء من القماش من الجلد ايا كان، وحضرتك بتقفل عليه بالحقن. انا بديله الخامه دي. وهو بيحقن في الاسطمبه على الفوندي بيبقى كده الكوتشي اللي بيتباع مثلا ب 200 او 300 او اعلى كمان. وايه الماده اللي زي الخامه اللي زي الذهب دي؟ الماده اللي شبه الازاز دي شبه الالماز. هي اللي بيتعمل منها وش السليبر. بتتلون وبيتعمل منها، بس طبعا ده دليل على جودتها العاليه جدا، الشفافيه اللي هي فيها وقبولها للالوان وسهوله تلوينها بالالوان الجميله اللي حضرتك شايفها. بص انت في حاجه انت قلتها لي عجبتني. اتفضل. لما بتقول لي انا بصدر المغرب، بصدر السعوديه وما اصعب الشرطات السعوديه طبعا، انا بصدر للعديد من دول في المنطقه العربيه تونس والمغرب وغيرها. تمام. معنى كده ان انت بتعمل حاجه بجوده عاليه جدا. تمام. وعندي معمل جوده في المصنع وباخد الشهادات المواصفات الاوروبيه، واي شهاده بتصدر انا حريص جدا على الحصول عليها. انت خدت شهاده ايه عشان تصدر للسعوديه؟ خدت شهاده سابر اللي هي مطابقه المواصفات السعوديه. الشكل نفسه بتاع السليبر ده بيتصمم ازاي؟ هل هي افكار عندنا؟ هل هي افكار عالميه؟ عندنا طبعا ناس مصممين شغالين عندنا. طبعا عندنا قسم للتصميم ديزاين شغلته يفكر بس ازاي شكله عامل ازاي بالظبط كده، وبنحسن دايما، ويعني بناخد الانطباع من السوق وايه المطلوب وبنبتدي نحسن، واحنا دايما مواكبين لاي حاجه جديده بتطلع، بنسعى دايما ان احنا نحصل عليها بحيث ان ما يبقاش في حجه للاستيراد.